ازاي ممكن تعملوا تسريحات شعر حلوة الأطفال مش بيقعدوا ثابتين في مكانهم؟ البنات الصغيرين بيحبوا يسيبوا شعرهم نازل لتحت، لكن ده مش مريح خالص، لما بترسموا بيقع على وشكم. احنا لازم نفكر في عمل شكل جديد ونبين لهم بدلها تسريحة شعر حلوة. إيميلي وأليس عملوا شعرهم من كيرلي دافاير أوريجينال. واو، مدهش. ممكن احنا كمان نعمل ده؟ مدهش. البنات سابوهم يسرحوا لهم شعرهم. هنقسم الشعر بالشكل ده ونربط جزء واحد بربطة شعر. دلوقتي يلا نعمل النص التاني. هنفصل شوية شعر البرة ناحية الجبهة ونربطه. هنفصل الخصلة اللي بعدها وضفروا خصلة رفيعة. اعملوا نفس الخطوة مع باقي الخصلات. دلوقتي هاتوا الخصلات السايبة من النص التاني من الشعر وموجوا ضفيرة متقطعة مع الراس باستخدام أطراف الضفاير الصغيرة. اربطوهم بربطة شعر وسيبوا باقي الشعر لتحت. دلوقتي يلا بينا ننقل على تسريح شعر أليس. في الأول هنجمع خصلات الشعر عند الجبهة ونربطهم ونوصل خصلات ملونة. الفاشونيستا الصغيرة هتحب اللون البينك ده. هنضفر خصلات الضفيرة جواها ونضيف الخصلات البعيدة قدامها ونسحب الخصلات الأمامية لورا. هنربط الشعر، نعمله فلافي شوية. دلوقتي هناخد الشعر على الجنبين ونضيفه مع بعض في آخر الرأس من ورا ونرجع ديل الحصان لقدام تاني. ودلوقتي هناخد الشعر مع الخصلات الملونة المضفرة فيهم ونعمل نفس الخطوة من تاني. أليس بتعمل الخصلات فلافي وبتأمن الضفائر الملونة. هنلفها بخصلات الشعر الملونة ونضيف شوية لون أحمر فاتح تاني. البنتين سعدة وكمان مصففات الشعر. الأطفال دايماً بيقلدوا الكبار. إيه اللي على راسك ده؟ اعملي لي زيه أنا كمان. إيه الزبونة المزعجة دي؟ طيب ممكن تعملوا كيرلز شعر من شرابات عادية. هنفصل الخصلات ونضيف شراب على الجذور ونأمنها بالشكل ده ونلف الشعر حوالين القماش. هنقلب الشراب لبره ونأمنه. ده هيحتاج حوالي من 4 لـ5 فرق شراب لعمل الراس كلها. أوكي خلصنا، دلوقتي اصبري. طب يا ترى عملنا إيه؟ كيرلز جميلة من شرابات عادية وبس. ابتكار الحياة الهايل ده. وفي هنا واحد تاني برضو حلو زيه. هنسرح شعركم لورا ونفصل الجزء اللي من فوق ونعمل ضفيرة. هنربطها وناخد الشعر السايب على الجنبين ونضيفهم في الضفيرة واحدة ورا واحدة. بالتدريج كل الشعر بيتجمع في تسريحة شعر شيك. ايه الضفيرة الحلوة دي؟ واضح انها عارفة اشكال تسريحات شعر كتيرة. لتسريحة الشعر الجاية هنضيف الشعر في ديل الحصان عالي وناخد مجموعة كحكات دوناتس ونضيف أكبر واحدة على قاعدة ديل الحصان ونضيف أصغر واحدة من فوق ونلفها بالشعر بالشكل ده. هنأمنهم ببنس الشعر ونزين الشكل بالعيون وابتسامة. ده حلو جدا، شكلها شبه الإيموجيز المشهورة دي، غالبا أحلى تسريحة شعر في العالم. خريطة نجوم السماء مدهشة وواضح إنها ألهمت البنت بتيمة الفضاء الخارجي، وده خلاها عايزة تعمل تسريحة شعر مش عادية. إيميلي بتواجه تحدي مثير جدا. خلينا نشوف هي فكرت في إيه المرة دي. في الأول لازم تمسكوا خصلات الجنب الأمامية وتربطوهم بربطة شعر. دلوقتي لفوهم بالشكل ده. حركوا الشعر لقدام. جمعوا باقي الشعر برباط مطاط ومرروه من ديل الحصان من فوق وطلعوا الديل لبرا واسحبوها عليه شوية. واو، لكن استنوا، في أكتر. هاتوا شوية صبغة شعر مؤقتة وضيفوها للشعر بفرشة، وبعدين بلاش تتراجعوا، ممكن تضيفوا لون تاني أو ترشوها بجليتر. واو، ستايل فضائي. ولو ضفتوا مجموعة كواكب كأنها زينة، احتمال تفوزوا بمسابقة ملك الجمال الكون. صفحات التلوين والماركرز. جايز شوية رسم يهدوا الأطفال فترة؟ لكن ليه الطفل فيه في هدومه مشبك هدوم والصغيرة دي شعرها متبهدل شوية؟ ما افتكرش إن مشابك الهدوم تم استخدامها بشكل كويس. إيميلي قررت إنها تغير حاجة. خلينا نحوله لبانك صغير ونعمل تسريحة شعر موك هوك من مشابك الهدوم. دي هايلة. أوه أيوة، روح التمرد بتجري في الدم.
إليس عندها فكرة لطيفة كمان. هتحتاج سلك ذهبي وتقشعر. هنفصل الخصلات واللفاح حوالين السلك وناخد خصلتين تانيين من على جنبين ونعمل ضفيرة على السلك على طول. هنأمنها بربطة شعر. هنعمل نفس الخطوة على الجنب التاني. دلوقتي هنضيف طوق الشعر على رأسها ونثبت السلك اللي فيه على قاعدة الضفيرة. دلوقتي محتاجين شكل للتسريحة. يلا نعمل ودان طالعة من الضفاير ونخبي طوق الشعر تحت الشعر. مياو مياو! إيه القطة الروعة دي؟ مش هتحتاجوا الفلتر إنستجرام أصلاً لو عندكم شعر بالشكل ده. ودلوقتي بتيجي حاجة سحرية. هنقسم الشعر بالشكل ده ونربط الجزء اللي من تحت بربطة شعر ونلف جزء الشعر من فوق حوالين قمع فول صغير. ممكن تتوقعوا إيه نوع التسريحة اللي هنعملها؟ شوية صبغة مؤقتة صغيرين وشوية سباركلز. اليونيكورن السحري بقى جاهز. مفيش تسريحة شعر أحسن منها لحفلة أطفال. واضح إنها دخلت في الشخصية. ودي فكرة تانية للولاد. هنسرح شعر القصة لورا ونثبتهم بإيدينا ونغطيهم بسبراي شعر. هنكمل لحد آخر الراس ونظبط الشعر حسب الطلب. ويلا بينا نبتكر. هنضيف شوية صبغة خضراء مؤقتة وشوية أي شادو صغيرين. خلوا أطراف الشعر حمراء. هنرسم رجلين وديل. واللمسة الأخيرة عيون ظريفة. إيه التنين اللطيف ده؟ ولايق على اليونيكورن. واضح إن البنات مهتمين جداً بعمل شعرهم. أميلي وأليس جاهزين للمساعدة. الأول لازم تسرحوا شعركم كويس. اربطوه في ديل حصان عالي وافصلوا الخصلات من فوق واعملوا ضفيرة وحطوها قدام واربطوا باقي الشعر من تحتها وافصلوا الخصلات لنصين وضيفوا الأطراف لبرة بالشكل ده. مرروا ضفيركم من الفتحة الصغيرة. ودلوقتي اسحبوا ربطة الشعر لفوق. يلا نعمل الفيونكة دي بشكل أكبر. دي ما تصدقش الابتكار. تسريحة الشعر الجميلة دي هتحتاجوا بس المشط وربطتين شعر. ودي فكرة تانية لتسريحة شعر مبهرة. ابدأوا بعمل ديل الحصان وافصلوا خصلتين رفيعين على الجنبين واربطوا الشعر بربطة شعر تانية من تحتها وبعدين افصلوا خصلتين تاني وحطوهم على الأكتاف. دلوقتي هاتوا الخصلات اللي فصلتوهم قبل كده ووصلوهم في باقي الشعر بالشكل ده واربطوا ديل الحصان بربطة شعر تاني واسحبوا الحلقة بخفة برا الشعر. كرروا نفس الخطوات لحد آخر ديل الحصان. إيه النتيجة المدهشة دي؟ وكل اللي محتاجاه هو شوية خيال. طيب وأربطة الشعر طبعاً. شكلهم حلو قوي بإطلالتهم الجديدة. أحياناً الأطفال بيجيلهم أفكار سخيفة جداً زي عمل دانيال عمل مقالب في الناس، وده اللي البنت الصغيرة طلبته. طيب يلا بينا نبدأ، لكن في الأول لبسوا سحبة الدقن المستقبلية سويت شيرت وافصلوا الشعر بالشكل ده وسرحوه قريب من الوش وافصلوا خصلتين وافردوهم بشكل متقاطع. هاتوا خصلات من على الجنبين تاني وخلوهم متقاطعين وكملوا تطفير. الدقن بتكبر قدام عينيكم. اربطوها بربطة شعر وبنسة شعر عند القاعدة وخبوا الديل ورايا السويت شيرت. ارسموا شنب. دلوقتي البسوا برنيطة والهود من فوق ونظارة شمس لتنكر كامل. دلوقتي اخرجوا برا البيت. وهنا بتوصل أول ضحية. أنت اتصدمت ها؟ أفتكر إن المقلب بالدهن كان ناجح. ممكن تلاقوا عدد كبير من تسريحات الشعر الحلوة على الإنترنت. أتمنى لو أقدر أعمل ده في شعري. أليس حابت تجربها. شكلها حلو فعلا. الأول هنفصل الخصلات الجانبية الأمامية واللفاها على مقبض المشط. دلوقتي ركزوا بحرص. هاتوا حلقة الشعر البرة وخففوها شوية صغيرين وامسكوا خصلة تانية من تحت واسحبوها من الحلقة. شدوا الخصلة واسحبوها. لفوا الحلقة الجديدة بالشكل ده. كملوا تطفير السوالف ومرروا خصلة شعر ناحية الوش من آخر الحلقة. شكلها شبه السلسلة. دلوقتي لازم تسرحوا الشعر. تسريحة الشعر دي ممتازة للإنستجرام.
تحبوا تجربوا تسريحات شعر مختلفة؟ يبقى قولوا لنا في التعليقات أي فكرة من الأفكار دي عايزين تجربوها بنفسكم. اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في قناتنا واضغطوا على الجرس علشان ما تفوتوش أي ابتكارات شعر جديدة من تروم تروم سيلكت.